بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحن اليوم في المحاضرة الرابعة من مادة النحو التطبيقي واحد، وهذه المحاضرة هي بعنوان الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام. سوف نتعرف من خلال هذه المحاضرة إلى الأسماء الموصولة من حيث تعريفها وجملة صلة الموصول وأفراد الأسماء الموصولة، ما هي الأسماء الموصولة، ثم الموضوع الثاني هو أسماء الاستفهام أيضا تعريفها وأفرادها أو عناصرها. نحن الآن في المحاضرات السابقة وفي هذه المحاضرة وفي المحاضرة القادمة ما زلنا نتعرف إلى المبنيات من الأسماء. قلنا إنه الحروف كلها مبنية، الأفعال بعضها مبني وبعضها معرب وقد تعرفنا إليه، الأسماء قلنا أن بعضها مبني وتعرفنا في المحاضرة السابقة إلى أول نوعين من أنواع الأسماء المبنية وهما الضمائر وأسماء الإشارة. في هذه المحاضرة سوف نتعرف إلى نوعين جديدين من المبنيات وهما الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام. ما هو الاسم الموصول؟ الاسم الموصول هو الاسم الذي يدل على شيء معين بوساطة جملة تأتي بعده. معنى ذلك أن الاسم الموصول دلالته على المعنى مقرونة بالجملة التي تأتي بعده. فعندما نقول جاء الذي فاز بالجائزة، فالذي كلمة الذي اسم يدل على شيء معين. على ما يدل؟ يدل على الفائز. عندما نقول جاء الذي فاز بالجائزة، فالذي هنا تدل على الفائز. لكن من أين عرفنا أن الذي تدل على الفائز؟ من خلال الجملة التي جاءت بعده، جملة فاز بالجائزة. إذن الذي اسم موصول لأن دلالته على المعنى مقرونة بجملة تأتي بعده. وبغير هذه الجملة، يعني بدون هذه الجملة، لو لم تكن هذه الجملة موجودة فلا قيمة للاسم الموصول ولا معنى له. تخيل لو قلت جاء الذي، ما معنى هذه الجملة وماذا تفهم من هذه الجملة؟ لا شيء، رغم أنها جملة مكتملة، جاء فعل ماضي والذي فاعل، والجملة تتكون من فعل وفاعل، إذن هي جملة مكتملة نحويا، فعل وفاعل، لكن من حيث المعنى لا قيمة لها، فهذه الجملة ليس لها معنى. حتى تأتي جملة تسمى صلة الموصول فتؤدي المعنى. فلو قلنا مثلا جاء الذي نجح، جاء الذي فاز، جاء الذي مرض، إلى آخره، الآن يكتمل معنى الاسم الموصول. وقبل أن نبدأ بتعداد الأسماء الموصولة علينا أن نتنبه إلى نقطة معينة. ونحن نتحدث عن المبنيات، أن الأسماء الموصولة كلها من المبنيات ما عدا ما دل على المثنى، ما دل على اثنين، وهما اسمان، اللذان واللتان. فهذان الاسمان يعربان إعراب المثنى. يعني إذا قلنا جاء اللذان نجحا، فاللذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، ولا نقول اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، لا، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. الآن نأتي إلى جملة صلة الموصول. لابد لكل اسم موصول من شيئين، كل اسم موصول لابد أن يتوافر فيه شيئان. الشيء الأول جملة تتبعه، تسمى هذه الجملة صلة الموصول، وهذه الجملة قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. وتعلم جيدا واعرف جيدا أن هذه الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول اللي هي جملة صلة الموصول دائما لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. لماذا لا محل لها من الإعراب؟ لأنها لا تؤدي وظيفة نحوية، وإنما تؤدي وظيفة في المعنى فقط. هي يعني كأنها جزء من الاسم الموصول. لاحظ في قول الشاعر: هذا الذي
تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا البيت قيل في زين العابدين بن علي، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. فعندما نعرب نقول هذا اسم إشارة مبني، لاحظ اسماء الإشارة مبني، اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. الآن كل ما جاء بعده تعرف البطحاء وطأته مكمل لهذا الخبر، مكمل لهذا الخبر، يعني كأنه جزء من كلمة الذي، لذلك هو ليس له موقع إعرابي. لكن نحن نعرب الجملة إعرابا تفصيليا، فنقول تعرف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والبطحاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تعرف البطحاء، ووطأة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. الآن والجملة الفعلية، الجملة الفعلية كلها تعرف البطحاء وطأته لا محل لها من الإعراب. ما معنى لا محل لها من الإعراب؟ يعني لا تؤدي وظيفة نحوية، ليست في موقع مبتدأ ولا في موقع خبر ولا في موقع فاعل وهكذا. لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. مثال آخر، تقول رأيت الفتاة التي أخوها مريض. رأيت الفتاة التي أخوها مريض، رأيت فعل وفاعل، فعل ماضي والتاء فاعل، الفتاة مفعول به منصوب، التي، التي الآن اسم موصول مبني في محل نصب نعت أو صفة للفتاة. رأيت الفتاة، من هي الفتاة؟ ما هي صفة هذه الفتاة التي أخوها مريض؟ طبعا أخو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأن الأسماء الستة، وهو مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه، مريض خبر مرفوع. الآن بعد الاسم الموصول، قبل قليل في بيت الشعر جاء بعد الاسم الموصول جملة فعلية، الآن بعد التي جاءت جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. هذه الجملة الاسمية أيضا لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها صلة للموصول، يعني تكملة للموصول، إذن لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. إذن هذا الشيء الأول الذي لا بد من وجوده في الاسم الموصول، وهو جملة صلة الموصول. يعني لا يمكن أن نجد اسم موصول معلق في الهواء دون وجود جملة ترتبط به. الشيء الثاني الذي يحتاجه الاسم الموصول، يحتاج إلى ضمير. هذا الضمير يكون في الجملة، في جملة صلة الموصول، يحتاج إلى ضمير يعود على الاسم الموصول. ففي بيت الشعر السابق اللي أخذنا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، نلاحظ أن الهاء هنا، هذا الضمير الهاء يعود على ماذا؟ على الذي، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. إذن الهاء هنا تعود على الذي، تحقق الشرط، وجود ضمير يعود على الاسم الموصول. وفي الجملة الثانية، رأيت الفتاة التي أخوها، الهاء على من تعود هنا؟ تعود على التي، دائما الضمير يعود على أقرب مذكور، يعود على أقرب مذكور. صحيح ممكن نقول أنه يعود على الفتاة، لكن التي أقرب، فيعود على التي. الآن هذا الضمير الذي في الجملة الموصولة ويعود على الاسم الموصول، يجب أن يتطابق مع الاسم الموصول، يجب أن يتطابق مع الاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير. إيه يعني أن يتطابق؟ يعني إذا كان الاسم الموصول مذكر، الضمير لازم يكون مذكر. إذا كان الاسم الموصول مؤنث، الضمير لازم يكون مؤنث. إذا كان الاسم الموصول مثنى، الضمير مثنى. الاسم الموصول جمع، الضمير جمع. هذا معنى أن يتطابق، أن يتطابق الضمير مع ما يعود عليه وهو الاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير. لذلك لا يجوز أن نقول جاء الذي نجح محمد. لاحظ، الذي اسم موصول، نجح فعل ماضي، محمد فاعل، فعل
فاعل، جملة صحيح، لكن لا يوجد فيها ضمير يعود على الذي، أليس كذلك؟ نجح فعل ماضي، محمد فاعل، أين الضمير؟ لا يوجد ضمير يعود على الذي، لذلك لا يجوز هذه الجملة خاطئة، لا يجوز أن نقول جاء الذي نجح محمد، لأنه هنا يعني نشعر كأنما هما جملتان منفصلتان، جاء الذي جملة وحدها ونجح محمد جملة وحدها. أيضا لا يجوز أن نقول جاء الذي نجح. لماذا جاء الذي نجح؟ لأن الاسم الموصول مفرد، الاسم الموصول مفرد، والضمير العائد هنا ماذا؟ مثنى، الضمير العائد مثنى، فلا يجوز، يجب أن يتطابقا. ولا يجوز أن أقول باركت للتي نجح، باركت للتي نجح. ليه؟ لأنه نجح هنا فيها ضمير مستتر تقديره هو، وهو مذكر، بينما التي مؤنث ولا مذكر؟ التي مؤنث، إذن اختلف الضمير عما يعود عليه، لذلك كانت الجملة خاطئة، فلا يجوز ذلك. الآن ما هي الأسماء الموصولة، أفراد عائلة الأسماء الموصولة؟ أولا الأسماء الموصولة نوعان، الأسماء موصولة خاصة وهي التي تفرد وتثنى وتجمع بحسب مقتضى الكلام، يعني بحسب ما تدل عليه، إن كان مفرد فهي مفرد، إن كان مثنى فهي مثنى، إن كان جمعا فهي مجموعة، إذن هذه بنسميها الأسماء الموصولة إيه؟ الخاصة. ثم هناك الأسماء الموصولة المشتركة أو الأسماء الموصولة العامة، وهي التي تستعمل يعني بلفظ واحد للدلالة على أي اسم، سواء كان مفرد مثنى جمع، ما بنثنيها ولا بنأنثها، هي كما هي، تدل على الأشياء مشتركة أو تدل على عموم. الآن لنبقى في النوع الأول اللي هو الأسماء الموصولة الخاصة، وقلنا هي التي تفرد وتثنى وتجمع بحسب ما تعود عليه أو بحسب مقتضى الكلام. ما هي هذه الأسماء الموصولة؟ أولا الذي، الذي من الأسماء الموصولة، ويستعمل للمفرد المذكر العاقل. مفرد ما بنستخدمه للمثنى، ما بنقول محمد وعلي الذي، لا، نقول محمد الذي قدم الامتحان مثلا. ثانيا مذكر لا يستعمل للمؤنث. ثالثا للعاقل وغير العاقل، الذي تستعمل للعاقل ولغير العاقل، يعني نقول محمد الذي نجح في الامتحان عاقل، ونقول هذا القلم الذي أستعمله في الشرح القلم غير عاقل، إذن الذي ممكن نستعملها للعاقل، ممكن نستعملها لغير العاقل، وهو كما تلاحظون مبني على السكون، مبني على السكون. الاسم الثاني اللذان، واللذان كما تعلمون هو للمثنى المذكر العاقل أيضا وغير العاقل. ما الفرق بين الذي واللذان؟ أن الذي للمفرد بينما اللذان للمثنى، لكن هذا يستثنى من درسنا. ليه يستثنى من درسنا؟ لأنه من المعربات، ونحن نتكلم عما؟ نتكلم عن المبنيات. لكن لماذا ذكرناه هنا؟ فقط لنكمل أفراد الأسماء الموصولة. ثم الذين، الذين، لاحظ هنا يعني يجب أن تتنبه إلى نقطة معينة، اللذان اللي هي للمثنى تصبح في حالة النصب والجر، لأنها تعرب إعراب المثنى، تصبح اللذين، اللذين، لكن الاسم الموصول هنا الذي يدل على الجمع الذين، يعني يجب أن تركز في الفرق بين اللذين والذين من حيث اللفظ ومن حيث الكتابة. إذا دل على مثنى فيكتب بلامين، يكتب بلامين، لكن إذا دل على الجمع يكتب بلام واحدة. من حيث اللفظ اللذين مفتوح الذال ساكن الياء، هذا مكسور الذال، الذين. من حيث الإعراب هذا معرب مرفوع أو منصوب أو مجرور، وهذا مبني على الفتح.
إذن الذين متى نستعمله؟ للجمع المذكر العاقل. لاحظ هنا للجمع المذكر فقط العاقل، يعني نقول هؤلاء الذين تعرفت عليهم، لكن لا أقول هذه الأقلام الذين أكتب بها، أقول هذه الأقلام التي أكتب بها. ثم التي، وتستعمل للمفرد المؤنث أيضا العاقل وغير العاقل، وهو مبني على السكون. نقول هذه الطالبة التي نجحت، وهذه القصة التي قرأتها. ثم اللتان وهي مثنى التي، وتستعمل للمثنى المؤنث أيضا العاقل وغير العاقل، وهو كذلك معرب، فهو ليس من المبنيات. وأخيرا اللاتي واللواتي واللائي، واللائي تستعمل لجمع المؤنث العاقل، لجمع المؤنث العاقل. طبعا هذه مبنية على السكون، واللواتي مبنية على السكون، اللائي مبنية على السكون، واللائي الأخيرة مبنية على الكسر. طبعا اللائي هي نفسها، لكن يجوز كتابتها بالياء ويجوز كتابتها بالكسرة. إذن هذا النوع الأول، أسماء موصولة خاصة تدل على أشياء معينة. النوع الثاني، الأسماء الموصولة العامة أو المشتركة، وهي التي تكون بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع سواء كان مذكر أو مؤنث، وهي من. وهنا يجب أن تفرق بين من الاسم الموصول وبين من اللي هي حرف جر، هذه حرف جر، لكن من اسم موصول. ومن نستعملها للعاقل، تقول جاء من نجح مذكر، وجاءت من نجحت مؤنث، وجاء من نجحا مثنى مذكر، وجاءت من نجحتا مثنى مؤنث، جاء من نجحوا، جاء من نجحنا. لاحظ أنه اسم عام يستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. طبعا هو اسم موصول مبني على السكون. أيضا من الأسماء العامة ما، والفرق بين ما ومن أن من تستعمل للعاقل، في حين أن ما تستعمل لغير العاقل، فتقول اركب ما شئت من الخيل. وما شئت هنا قد تكون مفرد وقد تكون مثنى وقد تكون جمعا. أيضا من الأسماء الموصولة العام ذا، وذا تستعمل للعاقل وغير العاقل بشرط أن تأتي بعد ما أو من الاستفهاميتين. تقول ما ذا في الكتاب، ماذا في الكتاب، ومن ذا نجح، من ذا نجح، يعني ما الذي في الكتاب ومن الذي نجح، فهي اسم موصول. الآن ليست فقط هذه هي الأسماء الموصولة، هناك أسماء موصولة أخرى، وهناك حروف أيضا موصولة، يعني حاول أن تفكر وأن تتعرف عليها. وهذا قلنا يعني في المحاضرة المباشرة عندما نقول فكر أو ابحث، ليس واجبا، وإنما هو لتنشيط عملية التواصل والبحث بينكم. فحاولوا أن تتعرف إلى بقية الأسماء الموصولة وأن تتبادلوها مع بعضكم. الآن احنا قلنا أن من تستعمل للعاقل وما لغير العاقل، لكن حقيقة قد يحدث تناوب بينهما، فمن الممكن على قلة في اللغة أن نستعمل من لغير العاقل وأن نستعمل ما للعاقل. لاحظ ماذا يقول الشاعر عفوا، يقول أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. والقطى طائر. أسرب القطى، ينادي الهمزة هنا للنداء، يعني يا سرب القطى، أسرب القطى هل من يعير جناحه. هل من هنا، من هذه اسم موصول بمعنى الذي،
لكنها تعود إلى عاقل أم إلى غير عاقل؟ تعود إلى القطا، والقطا طائر يعني غير عاقل، فاستعملها الشاعر هنا لغير العاقل، بينما هنا استعملت للعاقل. لعلي إلى من قد هويت أطير، يعني إلى المحبوبة، فهنا من دلت على العاقل لكن هنا غير عاقل. إذن ممكن تستعمل من لغير العاقل لكنه على قلة. أيضا ما اللي بتستخدم لغير العاقل من الممكن أن تستعمل على قلة للعاقل، كما قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء. فهنا ما استعملت للعاقل لأنها تدل على النساء، والنساء عاقل. لكن الأكثر كما قلنا أن من تستعمل للعاقل وما تستعمل لغير العاقل. الموضوع الثاني اللي هو أسماء الاستفهام، واسم الاستفهام هو اسم مبهم، مبهم غير معروف، يستعلم به عن شيء، يستفسر به عن شيء. والأدوات التي تستعمل في الاستفهام كلها أسماء ما عدا الهمزة وهل. الهمزة وهل من أدوات الاستفهام لكنها حروف، والحروف طبعا كلها مبنية. كيف نعرب أسماء الاستفهام؟ نعربها بحسب إجابتها. لاحظ عندما نقول ما اسمك، الآن عندما نجيب على هذا السؤال أقول اسمي محمد، اسمي محمد. الآن كيف أعرب هذه الجملة؟ اسمي محمد، اسمي مبتدأ ومحمد خبر. ما الكلمة التي حلت محل أدوات أداة الاستفهام في هذه الجملة؟ الاسم موجود أصلا فبقيت كما هي مبتدأ، إذن هنا تعرب مبتدأ. الكلمة الجديدة اللي هي إجابة اللي هي كلمة محمد، ماذا أعربناها؟ خبر. إذن نعرب ما في محل رفع خبر. إذن لو بدي أعرب هذه الجملة أقول ما اسم استفهام مبني في محل رفع خبر، اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم، واسم مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف والكاف مضاف إليه. إذن كيف أعرب اسم الاستفهام؟ بحسب إجابته. أيضا ممكن نأخذ مثال آخر، تقول من قابلت، من قابلت. الآن كيف أجيب؟ أقول قابلت زيدا. الآن الإجابة كيف أعرب الإجابة في جملة قابلت زيدا؟ زيدا مفعول به لأنه قابل فعل والتاء فاعل، زيدا مفعول به. إذن أعرب من اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به. مثال ثالث، من فاز؟ فاز علي. وهنا انتبه إلى هذه النقطة جيدا لأنه فيها اختلاف. علي كيف أعربها هنا؟ فاز علي أعربها فاعل، إذن من فاعل. لكن المشكلة هنا أن الفاعل تقدم على فعله، والفاعل عندما يتقدم على الفعل ماذا يعرب؟ يعرب مبتدأ. إذن من هنا في محل رفع مبتدأ، وجملة فاز في محل رفع خبر. كيف جئت؟ جئت مسرعا. كيف أعرب مسرعا؟ حال. إذن كيف اسم استفهام مبني في محل نصب حال. ما هي أسماء الاستفهام؟ أولا من، ويستفهم بها عن العاقل، من فتح القسطنطينية، من فتح القسطنطينية، فهنا الإجابة ستكون عن عاقل، عن شخص يعني. ما، ويستفهم بها عن غير العاقل، في القرآن ما تلك بيمينك يا موسى، ما تلك بيمينك، وهي عصا غير عاقل. كما يستفهم بها أيضا ما عن حقيقة الشيء، القارعة ما القارعة، القارعة ما القارعة، أو نقول مثلا ما معنى كذا، فنستفسر بها عن حقيقة الشيء. متى، ويستفهم بها عن الزمان سواء أكان حاضرا أو مستقبلا، متى جئت ومتى تجيء، متى سافرت ومتى تسافر، عن الماضي وعن الحاضر. ودائما بما أنها إجابتها ستكون زمان، إذن تعرب
في محل نصب على الظرفية، يعني في محل نصب ظرف زمن. أين ويستفهم بها عن المكان، وتعرب كذلك في محل نصب على الظرفية لأنه المكان ظرف. أين تقع الجامعة؟ فنقول تقع الجامعة غربي كذا أو شرقي كذا أو يمين كذا، فهي في محل نصب على الظرفية. أيانا أيضا يستفهم بها عن الزمان، لكن ما الفرق بين أيانا ومتى؟ كلاهما للزمان، لكن أيانا يستفهم بها عن الزمان المستقبل. لا يجوز أن تقول أيانا سافرت، وإنما تقول أيانا تسافر، كما تستعمل أيضا عادة أيانا في الأمور التي يعني الأمور العظيمة. يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، إذن يسألونك عن الساعة أيانا مرساها. أيانا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، طبعا شبه الجملة الظرفية ستكون في محل رفع خبر مقدم. كيف ويستفهم بها عن حالة الشيء، كيف أنت، كيف الجامعة، كيف جئت. إذا جاء بعدها اسم كانت في محل رفع خبر، لاحظ كيف أنت جاء بعدها اسم، إذن كيف في محل رفع خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. إذا جاء بعدها فعل ناقص تكون في محل رفع خبر، في محل نصب خبر له. كيف كان الحفل، كان فعل ماضي ناقص، الحفل اسمها مرفوع، كيف في محل نصب خبرها، لأن الإجابة كان الحفل ممتعا. إذا جاء بعدها فعل تام، تام يعني غير ناقص، أخذ فاعلا، كيف تفكر في الأمور، فتعرب هنا حال، لأنك تقول أفكر بالأمور بجدية أو أفكر بالأمور مستعجلا، فالإجابة هنا حال. أن، وأن لها معنيان، تكون بمعنى كيف، تقول أن تفعل هذا وقد نهيتك، يعني كيف تفعله وقد نهيت، وتكون بمعنى من أين في القرآن الكريم، يعني كلما دخل عليها زكريا وجد المحراب وجد عندها رزقا فقال أن لك هذا يا مريم، أي من أين لك. إذن قد تكون بمعنى كيف وقد تكون بمعنى من أين. أي من الأسماء الاستفهام، وهنا يجب أن تتنبه إلى أي جيدا، لأنها هي الاسم الوحيد من أسماء الاستفهام المعرب، ومعنى ذلك أنها تخرج عن دائرة درسنا، لكن ذكرناها فقط حتى نستكمل أسماء الاستفهام، فهي معربة. لاحظ شو الفرق بين المبني والمعرب. مثلا كيف اسم استفهام مبني، أينما جاء نقول كيف مبني على الفتح، لكن أي تتغير حركتها حسب موقعها، أي الرجال أنت، فأي هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أي الرجال تعامل مفعول به منصوب للفعل تعامل وعلامة نصبه الفتحة، بأي الرجال تستعين اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن هذه هي أسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. الآن دعونا نأخذ بعض التطبيقات والتدريبات، وأنتم تطالبون دائما بوضع نماذج من الأسئلة ووعدناكم بذلك. أيضا نقول لكم هذه التطبيقات والتدريبات هي نوع من الأسئلة، هي نماذج للأسئلة. مثلا في جملة أين تقع كلية الآداب، فإن أين مبتدأ مرفوع أم مفعول به منصوب أم اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف أم ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طبعا مبتدأ مرفوع ليست كذلك، ومفعول به منصوب ليست كذلك، يعني قد يختلط على الطالب بين الإجابتين الأخيرتين. إذا قلنا هنا ظرف منصوب فمعنى ذلك أنها ليست مبنية، ليست مبنية، وأسماء الاستفهام احنا قلنا ماذا، قلنا مبنية. إذن الإجابة الصحيحة اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية. الذي في قوله تعالى ولتسمعن من الذين، الذين عفوا، ولتسمعن من الذين، هل هي اسم مجرور وعلامة جره الياء؟ لاحظ هذا بديل براق، بسموه بديل براق يعني يخدع الطالب لأنه سبقته من وفيه ياء، فعندما نقول اسم مجرور وعلامة جره الياء قد يقتنع الطالب، لكن الإجابة ليست صحيحة. اسم مجرور وعلامة جره الفتحة ليست صحيحة.
اسم مبني في محل جر أو اسم موصول مبني في محل نصب. بعض الطلاب لأنه وجد اسم موصول يقول هي هذه الصحيحة، لا ليست صحيحة، هي صح اسم موصول وصح مبني، هنا صحيحة وهنا صحيحة، لكنها ليست في محل نصب، في محل جر لأنه سبقها حرف جر. إذن الإجابة الصحيحة أو الأصح اسم مبني، وإن لم نذكر كلمة موصول، اسم مبني في محل جر. إذن الإجابة الصحيحة هي جيم. إذن كتبنا لكم ركز جيدا في إجابتك ولا تنخدع بالإجابات البراقة. اللذان في جملة هذان هما اللذان نجحا، قلنا اللذان معرب وليس مبني، فهل هي خبر مرفوع علامة رفعه الألف أم اسم موصول مبني ليس مبنيا؟ هل هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى ليست فاعلا لأنه لا يوجد فعل؟ هل هي اسم موصول مبني ليست مبنية؟ إذن نستثني هذين الخيارين، فاعل لا يوجد فعل، إذن لا يبقى لدي إلا الإجابة الأولى، خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف. أتمنى أن أكون قد وفيت هذه المحاضرة حقها، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.